مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم سول الناس على قناتكم شوف تي في. اصدرت الوزاره بلاغا يومه الخميس 26 دجنبر 2019 حول التكفل المجاني للاطفال دون السن الخامسه للعلاج مجانا من مرض السرطان، وتاتي في اطار التوجيهات الملكيه الساميه حول الملائمه التشريعات الوطنيه مع المواثيق الدوليه حول حقوق الانسان. اجي نشوفوا الاجوبه المواطنين ورجعوا لكم. هذه بادرة طيبة، كنشكروا عليها صاحب الجلالة حفظها الله. الوليدات يتعالجوا من مرض السرطان قبل 5 سنين، هذا كنشكروا عليها بزاف، وكنطلبوا من الجهات المعنية بحال هاد الناس هادو يتعالجوا مجانا من هاد المرض، سواء كانوا أطفال أو ناس كبار أو مسنين. أو هذه بادرة حسنة، وحنا دولة إسلامية الحمد لله، هذه بادرة ما خافياش على سيدنا. نعم، كنتمنوا الله تعالى العلاج والشفاء العاجل لجميع الأمراض السرطان للدولة ديالنا ولا الدول الإسلامية كافة أجمعين إن شاء الله بإذن الله. الله ينصر سيدنا لالايا. شكرا. الله يسهل علي، الله يوفق به، الله يرحم والدي، الله يعطي صحة يحطه، الله يعطي الخير. أنا رجبتني إلى دواء الوليدات وداروا مساكن، الله ينفقوا بنيته، يتعذبوا فيه مساكن. نحن مرادين بالسرطان، نحن معذبين الله يجعل صدر ربي هو ينفق بنيته ويشوف فينا تحنايا. الله يسهل سيدنا، الله يشوف فيه، الله يعطي صحة يحطه. أنا رأيي الحمد لله هذه بادرة طيبة، أنها مهمة للأطفال ديالنا باش يتعالجوا، وكنتمنى على الله أنها تعمم على جميع الأعمار، لأنه مرض خبيث كيصيب جميع الأعمار، والتكاليف ديالو أنها شوية غالية، وكاين أغلبية ديال الناس ما كيستطعوش باش يوفروا المسائل المادية، ولذلك انها مبادره جد طيبه ومستحسنه. نتمنى على الله تعمم وتكون في القريب العاجل ان شاء الله. وهو دي بادره طيبه وتتعكس النوبل ديال صاحب جلاله الملك، وبانه هو مع الشعب، ويعني تنقص بزاف تاع المصاريف على الاسر اللي وليدات ديالها يعني مرض ومحتاجين الرعايه الطبيه، و يعني هذه بادره جيده. هذا الشيء اللي نقدر نقول لك، صاحب المجلاله معروف عليه هذا الشيء. وبالنسبه لهذه البادره ملكيه زوينه الصراحه بالنسبه للدراري الصغار يتعالجوا، حيت بالناس ديال بزاف ديال الناس ديال يعني بزاف ديال الناس كيعانيوا من هذا يعني من هذا المرض هذا اللي هو خبيث. يعني مبادره جيده جدا، يعني الناس ديال المغرب محتاجين بزاف بحال هذه المبادرات هادو، حيت بزاف ديال الناس كيعانيو بزاف. كنشوفوا دابا بالنسبه للتواصل الاجتماعي راك عارفه بزاف ديال الناس كيعانيو وكيتالموا، وبالنسبه لهذه المبادره بالنسبه لي راه احسن مبادره صراحه. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وكما شفنا ان الناس شافوها بادره طيبه من عند الملك محمد السادس، وانه الاطفال خاصهم يتعالجوا مجانا، ويا ريت كاع الاعمار يتعالجوا مجانا من هذا المرض الخبيث. وصلنا الى نهايه الحلقه، شكرا لكم.